تحديد الأحداث النهاردة الانتخابات الجماعية في منطقة الإسماعيلية ومقامة في المنطقة. اسم حضرتك إيه؟ اسم محمود. حضرتك؟ فرج فتحي. أنت من فيادين؟ فيادين. انتخبته جوه في اللجنة؟ آه. إيه رأيك في اللجنة؟ اللجنة ناس محترمين، ناس كويسين. حد عمل لها حاجة جوه في اللجنة؟ لا 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 لا، ممتاز ممتاز خالص يعني. أعضاء مجلس الإدارة عاوزين يعملوا لك إيه؟ أكيد الصالح، بس يعني هم سبعة اللي هم يترشحوا يجيبوا راحة السيارة، وده اللي هو ده الصالح. إنما عشان السبعة يقعدوا كده ما يعملوش حاجة للسيارة ما لهمش فايدة. إيه الخدمات اللي عاوزهم يعملوها؟ الخدمات اللي يعملوها اللي هو المطالب السيارة. إيه المطالب؟ مطالب السيارة حضرتك مثلا شغل الليل. الحماية المتوفرة للصياد، لأن الصياد النهاردة بيتمسك تأمين شديد علينا جامد. السيد بتمسك النهارده بيقدموا محكمه عسكريه، ممكن ياخد شهر وممكن اثنين وممكن ثلاثه وممكن سته. فالصيد هيجيب منين مثلا لما يتسجل ست شهور مثلا يجيب له عياله منين؟ وانت بتسيب لي بالليل طيب؟ مش بالليل؟ هو من غير الليل ما احنا ما نعرفش نشتغل. هو شفته بالليل. والتامين الحربي معطلنا. ما احنا نص الشهر تامين حربي. طب احنا لما بنقف طول اليوم هنشتغل ازاي وهناكل منين؟ ما الصيد يوم بيوم. هيجيب منين مثلا يصرف على عياله؟ ان شاء الله مجلس الاداره الجداد يعملوا كل حاجه. شغل الليل ديت هي المشكله الوحيده يعني. عمال استلف من الناس من كده ومن كده ومن كده، مش لاقيين واحد عشان يمشينا وقاعدين مبطلين. طب نجيب منين؟ ان شاء الله مش لاقيين حد. طيب لا لينا مرتب ولا لينا حاجه، راجل دلوقتي عندي عيال وكبرنا في السن وبنمشي بالعافيه. يعني الراجل لغايه ما بيكبر في السن بيترمي على جنب. لا ليه معاش ولا ليه حاجه. الجمعيه بتدي له ايه؟ لا لا لا، المنطقة بتجدد لنا الرخصة بس. ثم هو جامد بيجيب مصدر رزق، ومش جامد وكبر في السن انتهى خلاص. المنطقة جهة حكومية انت بتيجي تجدد رخصتك منها، مفيش ما لهاش دعوة بده، انما جمعية السادات دي تفك المشكلة بتاع السيارة. المنطقة بتملكوا خدمات كويس وانت بتطلع الجمعية خدماتها لينا في تطلع ورق. لا المنطقة هنا لا 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 مش اي حاجه، لا هم متزن معانا و100 100 مش عارفين. ان شاء الله اعضاء مجلس الاداره جداد في الجمعيه كده، في جمعيه صيادين دي اللي تفك مشاكلنا. بس الجمعيه على حسب اختيارك لاعضاء مجلس الاداره. ما احنا كل خمس سنين احنا اللي بنختارهم برضه، وبيقولوا نفس في ضوء تقطيع الاحداث النهارده في انتخابات منطقه الاسماعيليه للجمعيه جمعيه الصيادين. حضرتك ايه؟ محمد احمد ابو الصيام. حضرتك من اعضاء مجلس الاداره ولا صياد؟ انا صياد. ليه انا؟ انتخبت. اعضاء مجلس الاداره هم كام؟ هم نازلين 14 13 6 يا 12 كمان 6 و6 6 و6 7 و7 لا ما جاوبش. طيب ايه اللي انت عاوزه من اعضاء الجداد؟ انا بطالب بس بحاجه واحده، ان احنا في منطقه عزه الحلوس، فبطالب بحفار ينضف لنا البحيرة. طب عشان ما نخرجش بس من الموضوع الحاج الاول، بس الانتخابات جوه، ايه رايك في اللجنه اللي جوه؟ الناس 100 100. طيب مفيش اي مشاكل، محدش ضايق في اي حاجه؟ لا 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 مفيش حاجه. اعضاء مجلس الاداره السبعه اللي هتختاروهم ان شاء الله عاوزين منهم ايه؟ مطالب بحفار ينظف بحيره الحلوس، لان مليانه ورد النيل. ده كل طلباتي. بس على مستوى الصيادين اسماعيليه هنا احنا تعبانين، حالتنا يعني تعبانه. بنوصل كده ساحتين بيتنا، نطلع لما نطلع من البيت ساعتين. ده حاجه مع اذانا بعشت. ثانيا الجمعيه اساسا لا القديم ولا الجديد شفنا منهم لسه اي حاجه تنفع للصيام. بنطالب حضرتك، بنطالب بفلوسنا اللي في البنك تتبرع على الصيام، بان احنا حالتنا تعبانه. الجمعيه فلوس الجمعيه دي حطيناها في البنك. الفلوس دي من حقنا احنا كصيادين تتبرع لينا احنا. فالصياد النهارده ما هيكون ليه 10,000 بيدي له 500. انا بطالب بالفلوس دي تتسحب من البنك تتبرع على الصيادين. احنا حالتنا تعبان، عندنا يوم شروح 15 يوم واقف حال تامين، ما بنطلعش نشتغل من التامين السكن. يعني حالتنا تعبانه، بس ما فيش اي مسؤول بيسال عنه، لا ثروه سمكيه ولا جمعيه ولا شيخ صيادين بيتابع مشاكلنا وبيسال عنا. كل واحد قاعد على كرسي خلاص. فاحنا بنطالب من هيئه الثروه السمكيه في القاهره ان هي يعني تبص لنا نظره كده برضا، ان يبعتوا لنا حفارين ينظفوا لنا البحيره ويصرفوا لنا الفلوس اللي هي مركونه في البنك لصيادين المنطقه. انا بتكلم بصفه صياد وزملائي تعبانين زيي واكتر حاجه. ان شاء الله باذن الله. في هنا حد عنده مشكله ثانيه؟
مشكله لل... ايوه عندك مشكله قول اسمك بس الاول. تبع فايز محمد السيداوي. تحفين من نتكلم وما فيش حاجه ثانيه. عندي سؤال ثاني حاجه ان هو بالنسبه لمجلس اداره، مجلس اداره اللي احنا عايزين ننسى بقى مجلس الاداره القديم اللي احنا بنقول المجلس الاداره الجديد ان يتقي الله في الصياد. عامه فيه ان هم يطالبوا لنا اللي هي الحاجات اللي هي الشرعيه للصياد اللي هو ايه؟ رفع التامينات الاجباريه اللي هي علينا اللي هو قانون 108 ده اللي جه علينا قانون جائر. احنا كنا بندفع 12 جنيه في السنه وكنا بنصرف طول السنه، يا بال بقى ان احنا دلوقتي حاليا من 13/4/2002 مطبق علينا قانون التامين الحربي. واحنا يعني ما نقدرش نقول حاجه لان ده ادم شيء لمصلحه الدوله. احنا ما فيش اعتراض عليه ولكن احنا نتعوض بهذا الشيء ده. اقل اسره فيها اقل اسره صياد يعني بيبقى الواحد معاك خمس ست افراد، لا احنا عارفين نعلم على الاولاد ولا احنا عارفين نشتغل ولا احنا عارفين المؤاخذه يعني الاتفاقات الدوليه دي اللي مع عشان تامين الحرب ده ما فيها لها اموال. واحنا من ضمن البنود اللي هي لها الحق التعويض في هذا الامر. في هذا الامر نطالب ما حدش بيسال فينا لان ما فيش مجلس اداره نايم صرف على طول. ان شاء الله مجلس الاداره الجديد يحب يساعدك. حد عنده مشكله ثانيه؟ مش حد هيقول حاجه يا جدعان. وعندنا بس اهم شيء النبي في مشكله عقديه بيحصل ضرب ومشاكل كبيره. كفايد نسيت اقول لك عليها ان احنا مقرر لنا من سنه 86 مرسى صيد الفايد. مرسى صيد فيه الفلاحين عمالين الفلاحين اللي هم مأجرين الارض من الاصلاح الزراعي من يوم والتاني نبص لقاهم عوم الارض وبيشطونا كصيادين. ودي مرسى من كام؟ من سنه 38 وهي مرسى صيد. بيحصل لها رد؟ لا هم بيشطون يعني احنا مش عارفين نبني سور يفصل بين الارض الزراعيه ومرسى الصيد عشان يبقى لن... انا مش عاوز ياخدوا بيتي بس يدونا يعملوا لنا مرسى لسه فيها بس المؤاخذه نبقى مأمنين. اتصرف لها كذا مبلغ بقرار وزاري وتم التلاعب بيه برضه من قبل مجلس اداره عضو ذاته جاب حفار واتفق مع الفلاحين وقطعوا الطريق عليه وقال لك ايه؟ قال لك الجأوا للقانون. موظفين هنا بيساعدوكوا او في قرار في قرار في قرار في قرار وفي 82000 جنيه مصروفه له ومن يوم الدكتور يوسف والي مكان وزير الزراعه ومضى عليها شخص صيادين وصرف منها مبلغ وما فيش مرسى للصيد. طب ماشي بس هي المنطقه هنا بتساعدكم؟ لا ما بتساعدناش باي حاجه. احنا عايزينه هي دورها ان هي تطلع لك الرخص. تطلع لك الرخص؟ بتطلع الرخص بتطلع الرخص بس بتطلع الرخص بيساعدك الجمعيه. الرخصة مكية غير اللي يساعدك الجمعيه لكن انا بسال هي الرخص الموظفين هنا بيطلعوا لنا؟ لا بيطلعوا لنا بكل سهوله. بكل سهوله صراحه. انتوا راضيين عن الانتخابات دي؟ احنا راضيين عن الانتخابات دي ان شاء الله. يا ريت يجي حاجه حلوه ان شاء الله. ده مجلس الاداره يعملوا لكم اللي انتوا عاوزينه ولو ما عملوش تقدموا شكوى للمبدا ان شاء الله بمشيئه الله. النهارده بحيره التمساح كلها ممنوعه. نيجي نطلع في اي حته ممنوعه البحر بجد. يعني النهارده في نادي بيتعمل بيمنعه جنبه الصيد، فندق معمول بيمنعه جنبه الصيد، الشراع يعني جميع بحيره التمساح دلوقتي مش عارفين نصطاد فين. وطبعا نطلع الكنال البوابير الحربيه، في بوابير حربيه يقول لك ما فيش سروح النهارده. نيجي نسرح مثلا النهارده بنسرح يوم في الاسبوع او يومين وبقيه الاسبوع في امن حربي. بنقعد طبعا في الحلقه بتاع حوالي من الصبح للظهر وفي الاخر بنوصل تحت يفتح لنا الماسوره تطلعنا. في اللي بيروح اللي بيزهق وبياخد بعضه ويروح. يبقى الواحد جايب له ب 10 15 جنيه زواده ويجي يسرح ما يلاقي البحر ممنوع. الماسوره مقفوله، المسطحات يقول لك في امن حرب النهارده. ناخد بعضنا ونروح، طب هناكل ونشرب منين؟ ما النهارده بقى مش عارفين بقى المشكله دي مش الحرب ده المفروض المشكله دي مش عارف ده امن الحرب ده في تامين. التأمين ده زي ما الهيئه بتاخدها بصراحه ده في نسبه ننزل الكلام لما مؤاخذة في نسبة من الفلوس اللي بتروح للهيئة دي المفروض برضه يبقى في نسبة للمتضررين بتاع الكنال نفسيهم الصيادين نفسيهم. معلش أنا المنطقة فوق قالت لي إن هي صرفت لكم تعويضات. مفيش تعويضات. أنا الشرطة بتاعت أواضي. أواضي جالنا 750 جنيه إيه؟ مش بعد الثورة في أواضي. وإحنا يمكن في الثورة اللي حصلت دي ما عملناش أي حاجة في 750 جنيه حرقنا وسطحنا. واحد واحد بس. ما طول بالك يا محمود. قضيتين معلش. في دي اواضي الفلوس اللي جات لنا دي
القواضي دي مسروق مننا، يعني المفروض يجي لك مثلا 15000 جنيه، اللي قبضتيه كله يجي 4000 جنيه. 4 ل 250 وانا على 200 انا بروح عند سلام الشيخ. يعني لما بص ليك كام؟ ليك كام؟ مين اللي سلام الشيخ؟ انا كنت مع مين الجهه اللي سلام الشيخ؟ الجمعيه الصيدليه كده بالفعليه. ومين فرقوا؟ هي الجمعيه. طب يبقى الجمعيه بقى ده حسب. هي بس المفروض تعرف ايه بقى؟ ماشي. المفروض دول قرشين دول للصيادين كان كل رخصه بدل ما ياخد لها 1000 ونص ومره 2000 كان كل رخصه خد لها مبلغ 10 12000 جنيه. كان لها ده نيجي نكلم الجمعيه. ده عضو، ده اعضاء مجلس الاداره القديم ولسه ممكن نحاسبهم. لسه بقى احنا بنتكلم في الجديد. ايه رايكم طب دلوقتي في القضاء دلوقتي بيشكر الانتخابات والشرطه الجديد لسه؟ ايه رايكم؟ لسه انا دخلت القاضي الراجل يعني بمنتهى الادب والاحترام، الناس يعني استقبال كويس ويقول لك انتخب اللي انت عايزه بحريه كافيه بدون اي حقوق. الشرطه ناس محترمين جدا والله، يعني ربنا يكرمنا. وتاني الشرطه يعني زيها زي الاول، حتى بلدنا يعني ترد النشوته زمان، لان مصر يعني انا شايفه هنا الشرطه والجيش. لا لا محترمين جدا. لا ناس محترمين جدا. لا والله ناس محترمين جدا. لا مفيش مشاكل في الانتخابات ولا حاجه. لا مشاكل من الجيش ولا بالشرطه. كويسه الانتخابات 10 على 10 ومفيش اي مشاكل. لا محترمه جدا. بس احنا عايزين نشوف حل في موضوع ملعقة البحر ده. النهارده انا معايا رخصه. انا بتكلمهم بالانتخابات. الانتخابات ما فيهاش اي مشاكل. الانتخابات بس ربنا بس مش عارفين كده يعمل ايه بقى. ماشي، ما هو اعضاء مجلس الاداره الجداد اللي انتوا اخترتوهم لو حد عمل حاجه هتشتكوا ان شاء الله بمشيئه الله تعالى. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا ليك. تعالى يا حاج مع الوعد العالي الثالث معانا الثالث 281. الحمد لله عشان يعني تبقى مع بعضينا كده. بلاش من الاعضاء المراقبين. انت محتاج الصوت كمان؟ بلاش المراقبين اللي قاعدين هناك. بلاش منهم الصوت. ليا؟ حد هيشوفها بره هيقول لك ما جبتش دول ليه؟ تعالى هنا يا عم عادل. دور عليك. تعالى هنا يا عم عادل. فارس احمد. يلا يا فارس احمد. عدد 419. واحد حسن النجاري. مش عارف اقول لك ايه الصراحه، انا عايز اقول لك طبعا جو بديع. مع اعضاء اللجنه الانتخابيه استاذ محمود مصطفى في اللجنة. ايه رايك في الله؟ انا شايف ان العملية ماشية يعني 419 مفيش اي مشاكل، والناس بتجلب اصواتها براحتها ويختاروا اللي هم عاوزينه يمثلوا في الجامعة. حاجة لا ابدا، الشغل ماشي مظبوط ومفيش اي مشكلة. الناس متعاونه يعني. محمد السيد، ايه رايك في الاشراف القضائي والشرطه على الخبيث؟ العمليه حازمه، والسيد المستشار حكم النظام من اول بدايه الانتخابات. الشرطه؟ الشرطه على محمد السيد. مش اي حاجه تانيه. علي عبد الهادي احمد خالد. كامل. رقم 9 يا عم. رقم 9 يا عم. رايك حضرتك تشتري عمليه خبيثه؟ لا كويسه. ده ورا شويه يا حاج. انزل تحت في المربع يا بابا. اللي جوه المربع. في اي مشكله مع الاعضاء؟ في اي مشكله في اللجنه؟ محمد الثالث معوض. في اي مشكله في الشرطه؟ 531. 531 تمام. مش اي شكوى؟ شكرا. واحد ثلاثه
خمسة تسعة عشرة 12 13 1 2 3 ماشي ماشي شغال حط الاثنين وطالب الاثنين وثلاثة؟ اه وقع على أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ماشي؟ ماشي.